بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتكلم عن تاني موضوع من مواضيع الـ Red Eye. وكنا أخدنا قبل كده الـ Differential Diagnosis بتاع الـ Red Eye، وقلنا أول حاجة إحنا عندنا Conjunctivitis وشرحنا الـ Conjunctivitis بالتفصيل. وتاني حاجة النهاردة هنتكلم عنها هي الـ Angle Closure Glaucoma، وبالأخص الـ Acute Stage، وبالأخص الـ Primary، لأن في Primary وفي Secondary. فإحنا النهاردة هنبدأ كده بأول حاجة الاناتومي بتاع الاي. مش هنشرح الاناتومي كله، احنا هنشرح الجزء اللي يهمنا في الجلوكوما. فاحنا عندنا هنا لو كده نشوف اللي قدام ده دي الكورنيا وده الايرس، واللي بينهم في حتة فاضية، بس دي مش فاضية، دي حتة اسمها الانتيرو شامبر وبيبقى فيها اكواس هيومر. وعندنا بين الايرس وبين اللينس عندنا جزء اللي هو الجزء ده اسمه البوستيريو شامبر. البوستيريو شامبر ده بيبقى فيه ايكواس هيومر برضه، يبقى احنا عندنا الايكواس هيومر موجود في الانتيريو شامبر وفي البوستيريو شامبر. واحنا هنتكلم دلوقتي عن الفلو بتاع الايكواس هيومر جاي منين بالظبط وهيخرج منين الاوت فلو بتاعه. فاحنا دلوقتي لو جينا نشوف الباسوي ده في الرسمه دي، اول حاجه الايكواس هيومر بيحصل له سكريشن باستخدام قصدي بواسطه البابس بلاكيتا بتاعه السيليري بادي. احنا عندنا السيليري بادي متكون من جزئين، جزء اسمه بابس بلاكيتا اللي هو بيبقى فيه بروسيس اللي دي، وجزء اسمه بابس بلان. البابس بلاكيتا ده هو اللي بيفرز الايكواس هيومر، والإيكواس هيومر هيخرج من البابس بلاكيتا بتاع السيليري بادي هيعدي خلال البوستيريور شامبر اللي هي بين اللينس وبين الايرس زي ما قلنا، وبعدين هيخرج من فتحة البيوبل زي ما احنا شايفين اهو، وبعدين هيدخل في الانجل اوف ايه اللي بين الكورنيا وبين الايرس، يبقى الانجل اوف انتيريور شامبر لان هي بين الكورنيا وبين الايرس. يبقى دلوقتي قلنا تاني ان الايكواس هيومر بيحصل له سيكريشن بواسطه البابس بلاكيتا بتاعه السيليري بادي، وبعدين هيعدي في البوستيريور شامبر بين الايرس واللينس، وبعدين هيدخل من البيوبل، وبعدين هيعدي خلال الانجل اوف انتيريور شامبر اللي هي بين الكورنيا وبين الايرس. تمام كده. ليه حطيت الصورة دي؟ لأن احنا عايزين نبين ان البيوبل جزء من الايرس، يعني لو البيوبل حصل لها دايليشن هي هتاخد جزء من الايرس، هتضغط على الايرس. طب هو الايرس هيحصل له ايه؟ هيحصل له دايليشن مع الدايليشن بتاع البيوبل؟ لا، الايرس حجمه ثابت. فهيحصل ايه لما البيوبل يحصل لها دايليشن؟ ان الايرس هيبدأ يرجع لورا فهيلزق في اللينس. تمام، عايزين بس نوضح الحكايه دي عشان ما نيجي نتكلم عن بس في السيولوجي بتاع الاكيوت انجل كلوجر جلوكوما نبقى فاهمين النقطه دي. لو عايزين نتكلم عن الجلوكوما ككلمه جلوكوما، جلوكوما بغض النظر عن النوعها، يعني بغض النظر هي اكيوت ولا كرونيك، هي اوبن انجل كلوزد انجل، لا كلمه جلوكوما احنا بنتكلم عنها كاسم جلوكوما بس، هي ثلاث حاجات، هي مثلث من ثلاث حاجات. اول حاجه ان الانترا اوكولار بريشر لازم يكون عالي، اللي هو يعني ايه عالي؟ يعني هو من الطبيعي كام؟ من 10 لـ 21. عالي يعني اكتر من 21، ده increased انترا اوكولار بريشر. تاني حاجه ان يبقى ضغط العين ده ضغط على النيرف عمل اوبتيك نيروباثي او اوبتيك اتروفي. تالت حاجة ان يبقى عندنا visual field defect. يبقى الجلوكوما زي ما قلنا هي تلات حاجات، مثلث، اول حاجة ال increased intraocular pressure، تاني حاجة ان حصل optic atrophy، تالت حاجة ان حصل visual field defect. دلوقتي هنتكلم على classification بتاع الجلوكوما. فاحنا عندنا open angle وعندنا closed angle. فبالنسبة للأوبن أنجل أو كلوزد أنجل إحنا عندنا برايمري وسكندري زي ما أخدنا في كل الأمراض اللي أخدناها قبل كده، زي مثلا هايبرتنشن أو أي حاجة تانية. إن مثلا لو واحد عنده هايبرتنشن برايمري يبقى هو عنده هايبرتنشن، هو عنده الضغط، مش عنده حاجة، مش عنده رينال ديزيز هو اللي سبب له
الهايبرتنشن، مش عنده اي مرض تاني هو اللي سبب الهايبرتنشن، هو عنده الهايبرتنشن برايمري. فاحنا البرايمري يبقى الديزيز بدأ هنا، مش بدأ نتيجة مرض تاني هو اللي عمله. السكندري نتيجة مرض تاني سواء جوه العين او بره العين. فاحنا النهارده هنتكلم عن البرايمري. احنا عايزين نشوف هنا الانجل اوف انتيريور شامبر. لو جينا نكبر الصورة كده، قلنا قبل كده ايه الانجل اوف انتيريور شامبر، اللي هي الانجل بين الكورنيا والايرس، لان دي الانتيريور شامبر. والانجل هي دي، هي دي الانجل، الانجل اهي مفتوحة اهي. يعني ايه مفتوحة؟ هلا شوف الاول صورة الانجل المقفولة، وهنتكلم يعني ايه مفتوحة ويعني ايه مقفولة، وليه احنا يعني كلمة مفتوحة ومقفولة تهمنا، وليه هنا انا وانا كاتبة علمت على كلمة structurally obstructed، يعني ايه structurally obstructed وش معنى structurally يعني. فاحنا هنفهم كل ده من الرسمة دي. اولا الانجل دي مفتوحة والانجل دي مقفولة. يعني ايه بقى انجل مفتوحة ويعني ايه انجل مقفولة؟ الانجل مفتوحة يعني الايرس بعيد عن الكورنيا وبينهم انجل، تمام. الانجل مقفولة يعني الايرس لزق في الكورنيا ما عادش بينهم انجل. طب دي جلوكوما؟ لا، دي انجل كلوجر جلوكوما، لان احنا عندنا تايب تاني حاجة اسمها اوبن انجل جلوكوما. طب ليه ضغط العين عالي؟ يعني الاوبن انجل جلوكوما هنلاقي ان الانجل طبيعية، هنلاقي ان الكورنيا في مكانها والايرس في مكانه مش لازقين في بعض والانجل بينهم مفتوحة. طب لو انا دلوقتي فاتحة الشباك، فاتحة الضربتين بتوع الشباك، وحاطة مكان يعني على الشباك كله حاطة ازاز، تمام. وقلت لحد ارمي حاجة من الشباك، هو مش هيعرف يرمي الحاجة من الشباك فعلا. ليه بقى؟ اقول له معلش ارمي المية دي من الشباك، هيعرف يرمي المية من الشباك؟ لا. ليه؟ هل الشباك مقفول؟ لا، ضلفتين الشباك مفتوحين. امال ايه المشكلة؟ ان هو obstructed بالازاز اللي انا حطاه، لكن الضلفتين مفتوحين. احنا دلوقتي دي اوبن انجل جلوكوما. طب انا لو شلت الازاز وقمت قافل قفله الضلفتين الشباك، يبقى كده خلاص الشباك مقفول، دي كلوزد انجل جلوكوما، تمام. واضح الفرق؟ يبقى كلوزد انجل الايرس والكورنيا لازقين في بعض ما فيش بينهم انجل اصلا. الاوبن انجل الايرس والكورنيا مفتوحين عن بعض، بس في حاجه سده الترابيكولار مش ممكن تعمل سكريشن الاكواس هيومر. زي ما انا قلت في موضوع الشباك الازاز، هنا بيبقى في حاجات سداها، زي مثلا في بروتينز، في وايت بلاد سيلز، ريد بلاد سيلز، حصل مثلا اي حاجه انفلاميشن، حصل تروما خرجت البلاد سيلز راحت سدت الانجل، او حصل انفلاميشن فالوايت بلاد سيلز والانفلاماتوري سيلز راحت سدت الانجل، او حصل يعني اي حاجه ممكن، اللي هو لو في بعض انفلاميشن في الايرس ان هو ممكن يطلع البروتين اللي في الايرس يطلع يسد الانجل، هنتكلم عنها بعد كده يعني. فده بالنسبه للرسمه دي هتكون واضحه، ده اتكلمنا عنها. احنا عايزين نبص على الصوره دي عشان نفهم يعني ايه اللي بالظبط اللي حصل في عين الشخص اللي عنده اكيوت انجل كلوجر جلوكوما. خلينا متفقين ان الشخص ده بيبقى عنده predisposing factor ان الاجزية اللينس بتاع الاي بتاعته صغير، يعني عينه صغيرة، يعني الاجزية اللينس هو مولود بعينه صغيرة. فبالتالي احنا قلنا لما بيحصل pupil dilation ايه اللي بيحصل في الايرس؟ بيرجع لورا، لان احنا قلنا ان الايرس ثابت في الحجم، فهو مش هيحصل له دايليشن مع الدايليشن بتاع البيوبل. طب هي البيوبل اخدت جزء من الايرس، يعني الايرس يتسبب ازاي؟ فيرجع لورا عشان المساحه بتاعته هتكبر، فيرجع لورا. فقلنا لما يرجع لورا هيلزق في اللينس. طب احنا قلنا ان الشخص اللي بيجيله اكيوت انجل كلوجر جلوكوما بيبقى عنده اصلا الاستراكشرز بتاعت العين كلاودد، لان الاجزيا اللينس بتاع العين صغير.
فالاستراكشر بتاع العين يعني اصلا كده كده هو عنده الايرس قريب من اللينس. طب انا عملت دايليشن يبقى انا قربت الايرس من اللينس اكتر، فلزقوا بعض بالمنظر ده كده، بالمنظر ده الايرس لزق في اللينس. طب انا دلوقتي كايكواس هيومر حصل لي سكريشن من هنا من الباس بلايكاتا، عايز اخرج بقى من البستيريو شامبر للبيوبل للانتيريو شامبر، هل انا اعرف اخرج من البيوبل؟ لا معرفش اخرج من البيوبل، لان هو هنا الايرس لازق في اللينس سدل الطريق خالص اهو، فانا مش عارف دلوقتي اخرج من البيوبل. فايه اللي يحصل؟ ان حاجه اسمها بيوبولاري بلوك، ان انا مش الايكوس هيومر مش عارف يخرج من البيوبل، فيحصل ايه؟ يتجمع هنا في البوستيريور شامبر ويزق الايرس لقدام، ولما يزق الايرس لقدام يقوم الايرس يلزق في ايه؟ في الكورنيا. من الزقة بس لا، هو الشخص اصلا عينه صغيرة، الاجزاء اللينس بتاعه صغير، في الايرس اصلا قريب من الكورنيا، فهو كده دلوقتي هيحصل انجل كلوجر جلوكوما. لو جينا نقول بس في السورج تاني، قلنا اول حاجة ان الشخص ده عنده predisposing factor ان هو مولود بعينه صغيرة، الاجزية اللينس بتاعته صغيرة، بتاعت عينه صغيرة، فهو الاستراكشرز بتاعت عينه كلها crowded، يعني الايرس قريب من اللينس والايرس قريب من الكورنيا. تمام، يبقى دلوقتي لو حصل ان البيوبل طيليتد الايرس هيجي يرجع لورا، فهيلزق في اللينس اللي هو قريب منها اصلا، فالاكواس هيومر هيجي يخرج من البوستيريو شامبر من البيوبل للانتيريو شامبر، فمش هيلاقي الطريق مقفول، حاجة اسمها بيوبولاري بلوك، فهيتجمع الاكواس هيومر في البوستيريو شامبر ويزق الايرس لقدام، يقفل الانجل بتاعت الانتيريو شامبر، ويحصل انجل كلوجر جلوكوما. بالنسبة للكلينيكال بيتشر بتاعت الأكيوت أنجل كولوجي الجلوكوما، أولا بالنسبة للسيمتومز، فالعيان هيجيلي بأول حاجة إن هو هيقول إن عيني بتوجعني كأنها هتنفجر، وده بجد، إن هو عنده الضغط جوه العين ممكن يوصل لـ80، فاللي هو المفروض الطبيعي 20 أو 21، فاللي هو وصل لـ80 ضغط العين عالي جدا جدا لدرجة إن هو حاسس إن عينه هتنفجر. تقول ان في سيفير هيدك، في لاكريميشن وفوتوفوبيا، في سادن دروب اوف فيجن، يعني في واحد جاي لي العياده بيقول ان هو عنده بين جامد قوي في عينه، بيرستنج بين، حاسس ان عينه هتنفجر، عنده سيفير هيدك، عنده لاكريميشن، عنده سادن لوس اوف فيجن، اب تو هاند موفمنت، عينه دي مش شايف بيها. هو في الايرلي ستيجز بيبقى حكاية ان عينه مش شايف بيها نتيجة الكورنيا القديمة، نتيجة ان الضغط على الفيزلز، من الضغط العالي ضغط على الفيزلز، فخلى الفيزلز تطلع الفلويد اللي جواها، حصل قديمة للكورنيا، فبالتالي الفيجن قل الهاند موفمنت. في الليت ستيجز بقى بيحصل ان الضغط جوه العين هيضغط على الاوبتيك نيرف نفسه ويعمل اطرف في الاوبتيك نيرف، وبالتالي الفيجن هيبقى نو بقل، اللي هو خلاص الاوبتيك نيرف خلاص، فالفيجن هيبقى بلايندنس نو بقل، لكن في الايرلي ستيج هيبقى نتيجة الكورنيا القديمة. هيبقى معاه، هو البين بيبقى صعب جدا جدا جدا، فيحصل معاه ريفلكس فيجن ستيميوليشن، ويحصل معاه نوزيا وفومنتينج، ودي مميزة لل، يعني مش هنقول النزيه والفومتنج غالبا بعد كده في الاوفثالمولوجي الا في الاكوت انجل كلوجر جلوكوما. ده بالنسبه للسيمتومز اللي العيان جاي يشتكي منها. بالنسبه للساينز بقى، انا اشوف ايه الفيجوال اكوتي هيبقى ديكريزد اب تو هاند موفمنت، بس مش هيوصل للنوبي ال والكلام ده، ده هيحصل في ليت ستيجز ان هو بيبقى حصل اوبتيك اتروفي. احنا دلوقتي في الايرلي ستيجز، الليد نتيجة طبعا الضغط على الفيزلز طلع الفلويد اللي جواه، عمل لي إديمة في الليد، وعمل لي إديمة في الكورنيا اللي عملت امبيرمنت للفيجن، وغالبا ال الكورنيا القديمة دي ممكن عيان يجيب بالسيمتومز برزنتيشن للكورنيا القديمة ان هو شايف حاجة اسمها color تهلوس. color تهلوس ان هو زي ما يكون المطر نزل بعده بنشوف قوس قزح ده،
فاحنا هو شايف ده لان يبقى القرنية القديمة اللي هتحصل هي نفس فكرة قوس قزح اللي بيحصل بعد الشتاء، ان في مية في القرنية، فهو شايف قدامه كولر ده هلوس. عندنا بعد كده من السيليري والكونجنكتيفال انجكشن، ان هو من الضغط بتاع الهاي انترا اوكلر بريشر على الفيزلز اللي جوه العين هيحصل كونجيشن للفيزلز دي ويحصل لنا انجكشن في الاي، فهتظهر ان الاي لونها احمر من كتر الكونجيشن نتيجة الضغط اللي عليها على الفيزلز. بعد كده هنيجي نفحص الانتيريور شامبر، هنلاقيها ان هي فيري شالو، هي اصلا شالو عند العيان ده لانه هو عنده الاكسيا النينز بتاعت الاي صغيره، وهي كمان هتبقى مقفوله من الايرس طلع لقدام ولزق في الكورنيا، فهي هتبقى فيري شالو. بعد كده هنيجي نفحص البيوبل، هنلاقي ان البيبل احنا بنيجي نفحص العين اول حاجه الفيجوال اكيوتي، وبعد كده ندخل من بره لجوه، اول حاجه الفيجوال اكيوتي، بعد كده ليد كورنيا كونجنكتيفا الانتيريور شامبر الايريس والبيبل. بنبدا بقى نفحص البوستيريور سيجمنت بتاعه العين. احنا دلوقتي بنتكلم على الانتيريور سيجمنت اللي احنا بنفحصها، قلنا ان في فيجوال اكيوتي هاند موفمنت، وقلنا ان في ليد اديما، وقلنا ان في كورونيال الإديمة، وقلنا ان في كونجنكتيفال وسيليري انجكشن، وقلنا ان في ان الانتيريور شامبر هتبقى شالو جدا لان هو عنده بريدسبوزنج فاكتور، وفي برضو كلوجر للانجل نتيجه الحاجات اللي قلنا عليها. بعد كده هنيجي نفحص البيوبل، هنلاقي ان البيوبل شكلها مش طبيعي. ازاي شكلها مش طبيعي؟ لو جينا نبص على الصوره دي كده، هو احنا هنا في الصوره دي هنلاقي الحاجات اللي قلنا عليها الانجكشن والإديمة والحاجات دي كلها. في الصورة دي بقى هل دي شكل البيوبل الطبيعية؟ لا، دي بيوبل هنا مدرياتيك وهي دايليتد، وهنا برضو لو جينا نشوف العينين دول، شوف البيوبل هنا عاملة ازاي وهنا عاملة ازاي، دي ايه، دي كبيرة ازاي، ودي مش دايليتد، دي عادية، دي دايليتد، هنا برضو دايليتد، بس هنا بقى باين ساين مهمة قوي ان هي vertical oval، vertically oval اللي هي شبه، هي مش مدورة، هي oval بس ال dimension بتاع ال oval هو vertical. فاحنا لو جينا نبص هنا لل pupil هنلاقي ان هي vertically oval dilated irreactive. يعني ايه irreactive؟ اللي احنا لما نيجي الطبيعي، اي شخص طبيعي لو قعدناه في اوضة شبه ضلمة وجينا نحط الكشاف على عينه، لو نورنا البنتر مش كده في عينه، هنلاقي ان حصل كونستريكشن للبيوبل. ده اي شخص لو ما حصلش كونستريكشن للبيوبل لما احنا نحط الضوء على عين شخص، دي ده عنده مشكلة. فبالتالي البيوبل، لان البيوبل بتحدد كمية الضوء اللي داخلة للعين، فأنا لما أدخل لها نور كبير زي كشاف كده، فالبيبل لازم يحصل لها كونستريكشن عشان تقلل كمية الضوء اللي داخلة للعين. فلو ما حصلهاش ده كده اسمها ايري اكتف بيبل. فاحنا لو جينا نتكلم على البيبل هنا زي ما قلنا هتبقى فيرتيكالي اوفال دايليتد ايري اكتف بيبل. وليه بقى هي دايليتد وفيرتيكال اوفال والحاجات دي؟ لان اللي مسؤول عن الكونستريكشن بتاع البيوبل هو اللي مسؤول عن فليه البيوبل شكلها كده، لان اللي مسؤول عن الكونستريكشن بتاع البيوبل هو السفنكتر بيوبيلاري مسل. فلما ضغط العين عيلة ضغط على الفيزلز اللي رايحه للسفنكتر بيوبيلاري مسل، وبالتالي البلاد سبلاي بتاع السفنكتر بيوبيلاري مسل افكتد، فمش هيعرف السفنكتر مسل مش عارف تشتغل، فبالتالي البيوبل مش هينفع يحصل لها كونستريكشن، فهتفضل دايليتد الرياكتور. تمام. بعد كده ده بقى اللي احنا كل ده احنا شاكين في انجل كلوجر جلوكوما، احنا شاكين في اكيوت انجل كلوجر جلوكوما. ايه بقى اللي هيأكد لي ان دي اكيوت انجل كلوجر جلوكوما؟ هقيس ضغط العين هلاقيه عالي جدا، من 60 ل 100، يعني 60 سوري من 60 ل 80، يعني في حوالي 70، في رينج 70. فده
بيأكد لي ان دي acute angle closure للكوع. والصور دي وضحناها. التريتمنت بقى دلوقتي، واحد جاي للعياده او المستشفى عنده acute attack of angle closure glaucoma، هعمل له ايه؟ اولا لازم اعرف ان دي اوكولار emergency، اعرف ان دي emergency. يعني ايه emergency؟ ان انا هعمل له hospitalization، ولو انا جي بي هبعته specialist ولازم اتعمل له hospitalization لان دي emergency، والعلاج بتاعها surgical. surgical treatment is the main line of treatment of angle acute angle closure glaucoma. تمام. زي ما قلنا التريتمنت مينلي سيرجيكال، بس قبل العملية لازم اوطي ضغط العين شوية قبل ما ادخله عمليات عشان ما يحصل ليش complications. يعني مش هدخل واحد عمليات ضغط عينه 80، ما ينفعش. لازم اوطي ضغط عينه قبل ما يدخل عمليات. اوطي ضغط عينه بايه؟ هديله ادوية لمدة 24 ساعة، بعد كده نعمله العملية. الادوية دي لاما سيستميك لاما لوكال. السيستميك في صورة، اول حاجة اللي احنا ندي هايبر اسموتيك ايجنت زي المانيتول. المانيتول بيعلي الاسموتيك بريشر بتاع البلازما، فبالتالي هيدرين الفلويد من الاي للبلازما. تمام. تاني حاجة بديها انتروفينس او سيستميك، برضو حاجة اسمها كربونيك انهيدريز انهيبيتور، حاجة اسمها اسيتازولاميد، ده بديه عشان يوطي ضغط العين. في حاجة تانية بنديها لوكال زي التوبيكال مايوتكس زي البايلوكاربين، بيوطي ضغط العين، البيتا بلوكرز. ممكن ندي العيان ده انالجيسكس وانتي ايميتكس عشان هو عنده سيفير بين وعنده فوميتنج. بعد ما ادينا بقى الميديكال تريتمنت ده، طبعا ده مش منا احنا كده، ما عالجناش العيان، احنا لسه هنعالجه سيرجيكال لان المين لاين سيرجيكال. انا كده ما عالجتش العيان، انا كده I prepared the patient for the operation، انا عملت اعداد العيان اللي هو يدخل العملية، لكن انا ما عالجتش العيان. بعد ما اديتهم ميديكال تريتمنت ده بقى هعمل جونيوسكوبي. جونيوسكوبي ده حاجة بنشوف بيها الانجل بتاع الانتريور شامبر. الانجل في الانجل كلوشر جلوكوما المفروض تبقى مقفولة، بس ما حصلش adhesion between الايريس والكورنيا. لو حصل adhesion permanent، يعني مش خلاص اللي هو الايريس المفروض لو شبك في الكورنيا ما بيبقاش permanent، الموضوع هو بيبقى بيشبك ويرجع تاني المكان. لو شبك بقى وبقى permanent اللي هو خلاص حصل adhesion بين الايريس والكورنيا، خلاص في الحالة دي احنا لازم نعمل عملية اسمها trabeculectomy. يعني ايه trabeculectomy؟ اللي احنا نعمل باسوي جديد، لان دلوقتي انا لما الايريس عندي شبك في الكورنيا وما عادش ينفع نفصله يتفصل خلاص، فانا لازم اعمل باسوي جديد لان خلاص انا الانجل اللي بتعمل درينج درينج للايكوس هيومر خلاص ما عادش موجوده، فانا لازم اعمل باسوي جديد للايكوس هيومر. ففي عمليه اسمها ترابيكيولكتومي. لو عملت جونيوسكوبي ولقيت ان مفيش انتيريو ساينيكيا دي اللي هي الادهيشنز اللي هي بيرمننت ادهيشنز، بعمل حاجه اسمها سيرجيكال ايريدكتومي. وهتكلم دلوقتي عن سيرجيكال ايريدكتومي وايريدكتومي. دلوقتي احنا قلنا ان العيان عنده بريسبوزنج فاكتور ان الاي بتاعته صغيره، هل الشخص ده يبقى عنده اي الاكسيال لينس بتاعتها صغيره والاي التانية الاكسيال لينس بتاعتها طبيعيه؟ لا، هو عنده الاثنين الاكسيال لينس بتاعتهم صغيره، فبالتالي انا عايز احمي الاذر اي قبل ما تدخل في اتاك هي كمان. اعمل ايه بقى؟ اللي انا عملت عمليه للاي الاولى، الاي التانية لازم اعمل لها حاجه اسمها ليزر ايريدكتومي او سيرجيكال بريفرال ايريدكتومي، هتكلم عنهم دلوقتي. وبرضو احنا قلنا في الاكيوت اتاك ممكن نعمل حاجه اسمها بريفرال ايريدكتومي. الليزر ايريدكتومي اللي احنا نعمل مجرد، احنا مش هنشيل حاجه، احنا مش هنشيل جزء من الايرس، احنا هنعمل بالليزر، هنعمل نقطه بس هنا كده
بالليزر اللي هو تسمح لخروج الإيكوس هيومر من الأيرس. هنا زي الصورة دي كده أهي، وهنا عدنا أكتر أهي، فتحنا هنا لأن طبعا قلنا إن الجزء ده مقفول أهو، إن الأيرس لازق في اللينس، فالجزء ده مقفول فيه بيوبيلاري بلوك. فأنا فتحت باص واي تاني في الأيرس أهو، فتحت باص واي تاني في الأيرس أهو بالأيرودوتوم اللي أنا عملتها بالليزر. الأيرودكتوم بقى اللي أنا أشيل جزء، هنا شلت جزء، مش فتحت بس بالليزر نقطة، لأ ده أنا شلت جزء من الأيرس سيرجيكالي، يبقى ده أيريدكتوم شلت جزء. ده بالنسبة للتريتمنت بتاع الأكيوت أنجل كل شيء كلكم، ويا ثانك يو.